السلام عليكم ورحمة الله أحبابي الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والذي سوف نقوم فيه بشرح تطبيق جو لانشر. هذا التطبيق عبارة عن لانشر لهواتف الأندرويد، تطبيق رائع جدا وأحسن تطبيق موجود في بلاي ستور لهذا الغرض. فنبدأ بسم الله بالشرح. فبعد أن تقوم بتحميل هذا التطبيق، والذي سوف نضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو، سوف تقوم بتثبيته وتشغيله، وسوف تظهر لك واجهته بهذا الشكل. كما ترون أحبابي الكرام، واجهة أنيقة وجميلة جدا وأيقونات صراحة جد رائعة. نبدأ إن شاء الله في استعراض مميزات هذا التطبيق. فكما تلاحظون، عند الدخول إلى قائمة التطبيقات تظهر لنا بهذا الشكل الأنيق والجميل جدا، وألوان متناسقة بالإضافة إلى الخفة التي يمتاز بها هذا التطبيق. تطبيق رائع صراحة. أول ميزة غادي نطرق لها في هذا الشرح، وهي هذه الأيقونة اللي كاينة في أسفل التطبيقات، أيقونة على شكل مكنسة، فبمجرد الضغط عليها تظهر لك التطبيقات العاملة، التطبيقات الشغالة، وبلمسة واحدة تقوم بإلغائها أو بإيقافها جميعها فقط بالضغط على هذا الزر. كما تلاحظ، الميزة الثانية وهي عندما تريد الخروج من قائمة التطبيقات، يكفي فقط الضغط على هذا الزر أو هذه الأيقونة التي توجد كذلك أسفل التطبيقات، وسوف تقوم بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية مباشرة. الميزة الثالثة، أو عفوا الميزة التالية، وهي عندما تقوم بالضغط على هذه الأيقونة التي مكتوب تحتها أدوات، تظهر لك مجموعة من الأيقونات. فإذا ذهبنا مثلا إلى هذه اللي مكتوب تحت منها إخفاء التطبيقات، فمجرد الضغط عليها تظهر لك مجموعة من التطبيقات. يمكنك اختيار التطبيقات التي لا تشتغل بها أو اللي ما كتخدمهاش بزاف وبغيتي تخفيها من التطبيقات ما تبقاش تبان. يكفي فقط أن تضع علامة عليها ثم تضغط على موافق، ثم تؤكد الاختيار، وبالتالي سوف لن تظهر مع التطبيقات أو سوف تقوم بإخفائها. الميزة الثالثة الموجودة في صندوق الأدوات، وهي كما أشرنا واللي كاينة في التطبيق، يعني في أسفل التطبيقات العاملة، بمجرد الضغط عليها كما تلاحظون تظهر لك جميع التطبيقات العاملة. الميزة الأخرى الموجودة في هذا اللانشر، وهي أنه بإمكانك قفل التطبيقات التي تريد مثلا عند الضغط على هذا. ميزة أخرى يتوفر عليه هذا التطبيق أحبابي الكرام، وهي ميزة قفل التطبيقات. بمجرد الذهاب إلى صندوق الأدوات، نقوم بالذهاب إلى قفل التطبيقات، نختار نمط للقفل، ثم نختار التطبيقات المراد إغلاقها، ونقوم بتأكيد الخيار، وبالتالي سوف تغلق التطبيقات تلقائيا. ميزة أخرى وهي ميزة التحكم في التطبيقات، وذلك بالضغط على هذه الأيقونة، أيقونة مدير التطبيقات. فكما تلاحظون، عند الضغط عليها تظهر لنا جميع التطبيقات المثبتة على الهاتف، يمكننا التحكم فيها بإلغاء تثبيتها، إضافة إلى معلومات حول البطارية ومعلومات حول التطبيقات التي تقوم باستهلاك البطارية، إضافة إلى معلومات حول الذاكرة الداخلية للهاتف والذاكرة الخارجية الكارت ميموار. خاصية أخرى أحبابي الكرام، وهي خاصية الشريط العلوي الذي يتوفر على كاميرا، إضافة إلى المصباح وبوست لتسريع الهاتف. بمجرد الضغط على بوست، يقوم البرنامج بتحرير الذاكرة العشوائية للهاتف. تطبيق رائع جدا، أتمنى أن ينال إعجابكم، وأتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذا التطبيق. كنتسناو التعليقات ديالكم، وكنتسناو الدعم ديالكم والتشجيع. وللمزيد من المعلومات والاستفسارات أي خدمات أخرى، نحن رهن الإشارة، فقط يكفي أنكم تكتبوا الملاحظات اللي بغيتوا في التعليق إن شاء الله، ونحن سوف نقوم بالإجابة عنها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.